من كل قلب خير. لا شكرا لكم بارك الله فيكم. لتجوب كل المبادرة عبد الحميد. شكرا لمتابعتنا. نحيا كرامتنا. من سبيل العطاء يسد حاجتنا. فاستبشروا. ورحمة الله وبركاته. نشكر الجهة المتبرعة بهذا المبلغ ونتمنى دائما أن يزيدونا بهذا التبرع ولهم جزيل الشكر والاحترام أننا إحنا شعب باحتياج هذه المساعدة ولكم جزيل الشكر على ما تقدمون لنا من مساعدات وفي النهاية نتمنى لكم التقدم والنجاح والازدهار ودائما يعني تفقدونا بأشياء جميلة زي هيك تفرحونا ربنا يفرحكم يا رب.